خدمات الحياة. شكرا. سعد. سعد شلبي أستاذ مساعد. بين الرياضة ما بين السياسة. إن الرياضة لدعم الشعب. إن رؤيتنا ذهبت إلى أفق بعيدة تصل إلى محاور هامة ترتكز عليها الرياضة في آليات تطويرها وتنميتها، وهي الاستثمار في الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية، تأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والبث التلفزيوني، الطب الرياضي والمنشطات الرياضية والتأمين الرياضي، المنازعات الرياضية والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية، مجالس إدارات وجمعيات عمومية ورقابة مالية، مواثيق شرف للإعلام الرياضي والضوابط الذاتية، إشهار الأندية الرياضية والنشاط الرياضي وممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضي في المدارس والجامعات.